السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة متخضاري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم يعني ضمن سلسلة حلويات العيد هلال أو صابلي على شكل هلال، يعني حلوة مغربية تقليدية بالمربى، كتجي هائلة. فإلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابونا فلاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش أنكم تدعموني بلايك ديالكم. فعلى بركة الله غادي نحتاجوا لهاد الوصفة 150 غرام ديال الزبدة، يعني مالغارين. هنا عندي مربى المشمش، يعني غادي ندير في وسط العجين ملعقتان والباقي غادي نزين به. عندي هنايا 150 غرام ديال الكوك او جوز الهند. انا هنايا درت نصف الكميه، يعني درت تقريبا 100 غرام اللي غادي نديرها في وسط العجين والباقي غادي نخليه للتزيين. بيضتان، واحد بيكين باودر ما يعادل 8 غرام، يعني واحد سكر فانيلا او كيس ديال سكر فانيلا ما يعادل 7 غرام، كاس زيت وكاس سكر والدقيق الكافي لجمع الخليط. فعلى بركة الله غادي نوضع البيض. بسم الله. سكر فانيلا، الزبدة، يعني الزبدة تكون بحرارة الغرفة. نحاولو نجمعو أو نطلقو الزبدة. غادي نضيف السكر، والزيت، الكوك أو جوز الهند، نطق جيدا. على هذا الشكل هذا غادي نضيف ملعقة كبيرة من المربى، ودابا غادي نبدا نضيف الدقيق شوية بشوية. شيئا فشيئا تيجمع لنا الخليط ديالنا. نضيف البيكنج باودر، وغادي نبقى نجمع الخليط. اخواتي، فمن بعد ما جمعت العجين كيجينا رطب على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. نقسمو على حسب يعني الكرات اللي باغيين ديرو، يعني اللي يصلح لكم تطقوهم. نقسم على ثلاثة، على هذا الشكل هذا.
ضروري انكم تغطيوهم باش ما ينشفوش. وندوزو باش نكملو طريقه التحضير. دابا وضعتهم ما بين جوج ديال البلاستيكات كما كتشوفوا معايا باش كيسهل علينا اننا نطلقوا الصابلي. بسم الله. وغادي نبقاو نطلقوه على هذا الشكل هذا. يعني حاولوا ما ترققوهش بزاف. شوفوا السمك على هاد السمك هذا. نعجب هذا البلاستيك. غادي نجيبو اما هكا على شكل دائري ونصوبو هكا على هاد الشكل هذا. كما كتلاحظوا معايا او كتصوبوهم يعني كتطبعوهم بالكاس. كتجيبو كاس عنبة او اي كاس عندكم كنديرو هكا على هاد الشكل هذا. يعني الاختيار كيبقى ليكم. تقريبا راهم نفس الحجم على هاد الشكل هذا. يعني انا غادي نصوب بالكاس. جاو كبارين شويه على هاد الشكل هذا. يعني فاش كتطلقوه بميكا ما كتحتاجوش انكم ديروا الدقيق، غير هو اي حاجه شات لكم ضروري انكم تجمعوها يعني وتغطيوها باش ما تنشف لكم، حيت العجينه ديال صابلي طغيا كتنشف على هذا الشكل هذا. فانا غادي نستمر بنفس الطريقه تنسالي الكميه اللي عندي كامله ونعاودو نطلقهم. يعني هادو اللي كتصوبو كاملين صوبوهم يعني في الطبسيل. انا هنايا خديت الطبسيل ديال الفرن كما كتشوفوا معايا وضعت فيه بابي كويسون. ممكن انكم ما تدهنوه لا بزيت لا بوالو، يعني ديروا فوق الطبسيل نيشان حيت العجينه ديال صابلي كاع ما كتلصقش. فانا كما قلت لكم نستمر بنفس الطريقه تنسالي الكميه اللي عندي كامله ونعاودو نطلقها. اخواتي هنايا جبدت الكميه ديال الكوك اللي بقات لي على هذا الشكل هذا. وهنايا عندي المربى، خديت واحد البانسو باش تجيني سهله. ممكن انكم يعني تصوبوا تفندوها يعني بلا ما تدهنوا. نتمنى انكم تكونوا فهمتوني، يعني قبل ما ديروهم في الطبسيل فندوهم في يعني صوبوهم هكا في الكونفيتور عاد فندوهم في الكوك. يعني انا كتجيني هذه الطريقه هذه سهله ديال تنديروا مع ندهنهم، كتجي سهله وسريعه. يعني كتصوب الكميه اللي عندك كامله في خطره واحده حسن ما تبقى تصوب وحده بوحده. كندهنهم على هذا الشكل هذا. يعني بالنسبه للطريقه ديال الطهي ديالهم فكنشعلوا عليهم من التحت حتى كيطيبوا يعني بحال الصابلي، يعني وكنشعلوا عليهم من الفوق تقريبا واحد شويه يعني غير باش كياخذوا لنا اللون الذهبي. على هذا الشكل هذا وكنرشوا عليهم الكوك. Thank you.
على هذا الشكل هذا. فانا غادي نستمر بنفس الطريقه، تنسالي الكميه اللي عندي كامله وندخلهم للفرن كما قلت لكم، نشعل عليهم من التحت عاد نشعل عليهم من الفوق باش ياخذوا لنا اللون الذهبي، ونعاودوا نطلقوا باش نشوفوا الشكل ديالهم النهائي. اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال الهلال او ديال الصابلي، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجينا محمر وفتي. فنتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، كذلك ما تنساوش انكم تقولوا لي كيفاش جاكم في لي كومونتير، ما تنساوش انكم تابونا في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم دعموني بلي لايك ديالكم. ونهايه الوصفه دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.